الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم مليون حكاية. احنا في كل الحكايات كنا بنتكلم عن الفنانين المشاهير في هذا العصر، ولكن الفن في مصر قديم، وهناك من أهل الفن الذين ربما أغفلهم التاريخ ولكن لهم بصمات ما زالت مستمرة، أو لو احنا بنطالع الكتب الفنية سنجد علامات مضيئة. يعني هنتكلم النهاردة عن الفنانة بهيجة حافظ. بهيجة حافظ كانت نجمة كبيرة جدا في الزمن الماضي. بهيجة حافظ السيرة بتاعتها، ولدت بهيجة إسماعيل محمد حافظ في 4 أغسطس عام 1908 في حي محرم بيك بالإسكندرية، ونشأت في بيئة فنية نالت فيها قسطا من الثقافة العلمية والفنية، فقد تلقت تعليمها ما بين مدرستي الفرنسيسكان الإيطالية والمردودية الفرنسية بالإسكندرية، ومن ثم حصلت على دبلوم في الموسيقى من باريس في يناير عام 1930. من الصغر فهي من عائلة موسيقية، كان والدها إسماعيل حافظ باشا محافظ الإسكندرية وهويا للموسيقى، وقد مارس تأليف الأغاني وتلحينها، وكان يعزف على العود والقانون والرق والبيان، وكانت والدتها تعزف على الكمان والبيول نيسيل، بينما اخواتها يعزفون على الآلات المختلفة. اما بهيجة فكانت تعزف على البيان بعد انفصالها عن زوجها الامير الايراني الذي كان لا يحب الموسيقى وعودتها للاسكندرية. وفاة والدها الباشا في السلطة الملكية في عهد السلطان حسين كامل، قررت ان تترك بيت الاسرة في الاسكندرية وتستقر في القاهرة لتبدأ صفحة جديدة من حياتها، تعتمد فيها على نفسها وتكافح في سبيل الهواية والفن، فاشتغلت بالموسيقى وقامت بتدريس العزف على البيانو لبنات العائلات ونسخ النوتة الموسيقية للفرقة الموسيقية بالقاهرة بمقابل مبلغ زهيد جنيها واحد للصفحة الواحد، هذا إضافة على الاستمرار في التأليف الموسيقي. ذلك الوقت قامت بتسجيل مؤلفاتها الموسيقية لدى شركة كولومبيا بالإسكندرية وأوديون في القاهرة، فاشترت منها شركة كولومبيا 4 مقطوعات، 2 منها تانجو والثالثة فالس، وأما الرابعة فهي أنشودة إيطالية. أما الشركة الثانية فقد اشترت 2 مقطوعات سجلتهما على أسطوانة واحدة، بهيجة حافظ والسينما. رأى المخرج محمد كريم لدور البطولة في فيلم زينب بعد أن نالت شهرة في عالم الموسيقى، كانت أول سيدة مصرية تقتحم هذا الميدان، ونشرت صورتها في مجلة المستقبل التي كان يصدرها إسماعيل وهبي المحامي شقيق الفنان الكبير يوسف وهبي. لقد نشرت صورتها على غلاف المجلة بالبرقع والطرحة، وكتب تحتها عبارة أول مؤلفة موسيقية مصرية. وكان محمد كريم يبحث عن بطلة لفيلمه الأول زينب بعد أن رفض يوسف وهبي أن تلعب هذا الدور أمينة رزق، ولفتت فتاة الغلاف انتباه محمد كريم فعرض عليها بطولة الفيلم، ورحبت بهيجة بالعمل في السينما بالرغم من معارضة أسرتها الشديدة. ولم تكتفي بهيجة حافظ ببطولة الفيلم فحسب، بل قامت أيضا بوضع الموسيقى التصويرية له، والتي تتكون من 12 مقطوعة موسيقية. وقد قامت بدور زينب أمام سراج منير وزكي رستم ودولة أبيض وعلوية جميل وعبد القادر المسيري، ولأن هذا الدور يعتبر أول علاقتها بالتمثيل فلم تكن بهيجة على دراية بكافة إمكانياته، خصوصا أن الدور قانون صامتا يحتاج بل يعتمد على التعبير بالحركة والإشارة، وأن محمد كريم قد استعان في ذلك الوقت بعازف على كمان ليعزف لها لحنا أثناء التمثيل حتى تستطيع أن تعبر عن موقف حزين. قد عرض الفيلم في سينما مترو في 9 من إبريل عام 1930، وبعد نجاح فيلم زينب اختارها يوسف وهبي للبطولة أمامه في فيلم أولاد الزوات، وسافرت بالفعل إلى باريس لتصوير بعض مشاهد من الفيلم بعد أن وقعت العقد، ولكن بسبب خلاف فني وقع بينها وبين يوسف وهبي
الذهبي اعتذرت عن الدور وعادت إلى القاهرة لتحل مكانها الفنانة أمينة رزق التي اشتهرت بنفس الدور. وفي عام 1932 كونت بهيجة حافظ شركة فنار فيلم للإنتاج السينمائي بالاشتراك مع زوجها محمود حمدي الذي تزوجته بعد أن تعرفت عليه في ألمانيا. وأثناء تصوير فيلمها الأول الذي كان بكورة أعمال هذه الشركة فكان فيلم الضحايا يدور حول ضحايا المخدرات، وقد قامت هي ببطولته أمام زاك روستوم وعطلة ميخائيل، وكان مخرج الفيلم هو إبراهيم لانا، كما اشتركت في الغناء فيه ولأول مرة الفنانة ليلى مراد مع أحمد عبد القادر والراقصة حورية محمد. وكانت الموسيقى التصويرية للفيلم من وضع الملحن محمد الأصبجي، ونجح الفيلم عند عرضه في 28 نوفمبر 1932. أما إنتاج الشركة الثاني فكان فيلم الاتهام، وده كان في عام 1934 وأخرجه ماريو أولوبي، وقامت بهيجة بوضع الموسيقى التصويرية وإضافة لقيمها بدور البطولة مع عزيز فهمي وزينب صدقي وعبد القادر المسيري وزاك روستون. قام زوجها محمود حمدي بدور وكيل النيابة، وعرض الفيلم في 27 مارس 1934 بعد أن قامت الشركة بإنتاج فيلم الضحايا الناطق عام 1935، كان فيلم ليلى بنت الصحراء عام 1937، وهو الفيلم الذي يعتبر علامة هامة في مشوار الفنانة بهيجة حافظ الفني والسينمائي على وجه الخصوص. إضافة إلى إنتاجه قامت بهيجة بدور البطولة فيه أمام حسين رياض وزكي رستم وعباس فارس، كما قامت بوضع الموسيقى التصويرية طبعا وتصميم الأزياء، وقامت بإكمال إخراج الفيلم مع الثلاثة من المساعدين بعد أن اختلفت مع المخرج ماريو فولوبي ولم يكمل إخراج. لقد بلغت تكاليف إنتاج هذا الفيلم ليلى بنت الصحراء حوالي 18,000 جنيه، وهو مبلغ ضخم قياسا لإنتاج تلك الفترة. وقصة هذا الفيلم هي قصة الفتاة العربية التي عاشت في الجاهلية واختطفها الفرس وغيرهم من أعداء قبيلتها، وصمدت ولم تمكنهم من نفسها حتى صار لقبها في التاريخ ليلى العفيفة، وهي التي تروي كتب بالتاريخ على لسانها الأبيات المشهورة التي مطلعها ليت بالبراقة عينا فترى ما ألقى من عناء وويلة، وتعني بذلك ما تعرضت له أثناء الأسر. قام بتلحين الأغنية محمد الأصبجي بعيدا عن هرموني والتوزيع، والتي قامت بهيجة بإضافة اللون الغربي إلى تلك القصيدة، ولكن نظرة محمد الأصبجي كانت الأرجح، فقد عرض الفيلم وظفر بنجاح كبير وتحدث الناس عن جمال بطلة الفيلم بهيجة حافظ واجتهادها في التمثيل، لكن بعضهم ظن أنها ممثلة أرمنية الأصل بسبب لكنتها الأجنبية. أما الموسيقى التصويرية التي وضعتها للفيلم فلم ينتبه إليها أحد من المشاهدين، وإن كانت قد حازت إعجاب بعض النقاد ذوي الثقافة الموسيقية حينذاك، وكان عددهم في الصحف المصرية غير قليل في تلك الفترة. كان العرض في 16 فبراير عام 37، ولاقى الفيلم نجاحا كبيرا، كان عرض الفيلم في مهرجان برلين الدولي وحصل جائزة ذهبية، كما أنه رشح للعرض في مهرجان البندقية. وبعد السفر بهيجة وزوجها محمود حمدي إلى إيطاليا للاشتراك في المهرجان، بهما يفاجئان بصدور قرار من وزارة الخارجية بمصادرة الفيلم ومنع عرضه في الداخل والخارج لأسباب سياسية بعد أن مضى عاما على عرضه الأول. قد احتجت الحكومة الإيرانية آنذاك على هذا الفيلم على اعتبار أنه يسيء إلى تاريخ كسرى ملك الفرس القديم، لذلك صدر هذا القرار مجاملة للحكومة الإيرانية بمناسبة المصاهرة الملكية التي تمت بعد ذلك بقليل، وزواج شاه إيران محمد رضا بهلوي من أخت الملك فاروق ملك مصر الأميرة فوزية ابنة الملك أحمد فؤاد. بمصادرة الفيلم تكبدت شركة فنار فيلم خسائر فادحة، تحولت بعدها من شركة بين الزوجين إلى شركة مساهمة، لم تقم إلا بتوزيع فيلم باعت التفاح عام 1939 من إنتاج شركة إزيز فيلم. وبعد 6 سنوات رفع الحظر عن فيلم ليلى بنت الصحراء، وذلك بعد أن رفعت الشركة دعوة تعويض على الحكومة بمبلغ 20,000 جنيه. وانتهت الظروف السياسية الطلاق بين الشاه وشقيقة الملك التي أدت إلى مصادرته، لكن الرقابة اشترطت إدخال بعض التعديلات عليه بالحظر، وبالإضافة إلى تغيير اسم الفيلم إلى ليلى
العائلة البدوية. صحيح أن بهيجة حافظ قد ابتعدت عن السنة، إلا أنها عاودت نشاطها الفني الموسيقي، وقد أنشأت في عام 37 أول نقابة عمالية للموسيقيين، وظلت هذه النقابة قائمة حتى عام 1954، كما أنشأت صالونات الثقافي الخاص عام 1959 داخل قصرها المجاور قصر هدى شعراوي في شارع قصر النيل، الذي كان له نشاط ثقافي وفني بارز، وكان الحضور الفنان محمد الأصبجي، وكانت تلك الندوات فنية غنائية، حيث كانت بهيجة حافظ تعزف على البيانو، وبعد ذلك الأغنيات القديمة وأيضا حديثة العهد، والتي تتم تعريف الحضور بتلك الأصوات الجديدة على الساحة الفنية. عددت مساهمات بهيجة حافظ الإبداعية بين التأليف الموسيقي والسينمائي والإنتاج والإخراج والتمثيل والنشاط النقابي والثقافي، دون أن تتخصص في ميدان فني معين. قد رحلت ابنة محافظة الإسكندرية في عام 1980 بعد أن قدمت فن راقي ظل خالدا، ونحن نعيد ذاكرة الفنية حتى يتعرف الجمهور على تلك الفنانة تغابت عن عالمنا منذ 43 عاما. لعلنا نقول قدمنا صورة عن تلك الفنانة الرائعة، رحمها الله. ولا حلقة جديدة مع تحيات.